أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول سفينة على متنها 896 طردا ثقيلا تحتوي على 24 ريشة رياح طول كل منها 84 مترا، والتي تعد الأطول من نوعها تصل مصر. يأتي ذلك تمهيدا لنقلهم لرأس غارب ضمن مشروع لبناء 84 برجا فائق الطول بمحطة توليد الكهرباء منطقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن ميناء الأدبية مؤهل لاستقبال معدات المشروعات القومية، حيث من المنتظر أن يستقبل خلال الأيام القادمة شحنتين أخريين، إحداهما تحتوي على 84 ريشة رياح والأخرى تحتوي على 77 ريشة، بالإضافة إلى باقي المعدات، وذلك لصالح مشروعات الطاقة.